قناة التناصح، وأنا شخصيا يعني أكثر من مقابلة وأكثر من لقاء كنت معها، وكانت تواكب وتغطي هذه الأحداث، وليس غريبا عن قناة يعني من هذا النمط في بلد ليبيا الشقيقة. هذه يعني نقدر لها الشعب الفلسطيني وفي المقاومة خالص التقدير، لأنها أوضحت الحقيقة للشعب الليبي، لكل أبناء ليبيا، ووقفت إلى صالح وجانب المقاومة، كاشفة زيف الاحتلال وادعاءاته وجراء مبحك شعبنا الفلسطيني. وكل التقدير لإدارة هذه ولصحفيين يعني فضائية التناصح، وإلى كل من كتب كلمة أو قال كلمة لصالح فلسطين، خالص التقدير والوفاء والمحبة من غزة هاشم، غزة الصامدة، غزة المقاومة، إلى ليبيا الصمود، ليبيا التي لا زالت محافظة على علاقاتها الوطيدة مع دولة فلسطين ومع الكل الوطني الفلسطيني.